الحقيقه كمان بعد المباراه يمكن الكابتن حسين الشحات وموديست خضعوا للكشف عن كشف المنشطات عقب انتهاء المباراه مباشره طبعا المباراه اللي اقيمت يوم الجمعه امبارح على ملعب بنجامين مكابي في دار في دار السلام بتنزانيا النادي الاهلي زي ما قلنا بيحقق نتيجه كويسه جدا وهذه النتيجه ان شاء الله بتساعدنا في الجمعه اللي جايه ان شاء الله ان احنا هيكون عندنا ادفانتج عندنا فرص اكتر ان شاء الله ونحقق كمان المكسب حضراتكم عارفين ان شاء الله المباراه يوم يوم 5 ابريل اللي جاي على استاد القاهره ويعني انا متاكد ان ان شاء الله الساعه الكامله المتاحه ان شاء الله الاستاذ هيكون مليان جماهير النادي الاهلي اتكلم عليها كولر في من خلال تصريحاته تعقيبا طبعا على اللي قاله كابتن هيثم هو يعني عارف قيمه جماهير النادي الاهلي ودايما بيقول انا دايما حابب ان تكون الجماهير موجوده إن شاء الله في المستقبل القريب يكون الساعه الكامله للجماهير النادي الاهلي في الاستاد لكن انا متاكد ان شاء الله باذن الله تكون الجماهير كلها متواجده لكن مهم جدا اللي بقوله لحضراتكم من خلال تعقيب الكابتن سامي قمصان ويانكون وكولر الحقيقه وانا كنت لعيب مهما كان الكلام بيتقال ممكن جدا اللعيبه تنزل يوم الجمعه عندها احساس ان المباراه سهله او احنا كسبانين واحد فالامور هتبقى سهله مهم جدا اللعيبه تقعد مع بعض كويس قوي ومهم جدا الكباتن الفريق يتكلموا مع بعض كويس لازم يكون في شده جامده جدا وهذا متاكد من الجهاز الفني المباراه اللي جايه انا في اعتقادي هتكون مباراه كمان اصعب من المباراه اللي هناك صحيح. فريق كابتن فريق صحيح. محترم جدا فريق بيقدم كرة هجوميه بشكل كويس لازم ننزل متاكدين تماما ان ان شاء الله باذن الله الخطوه الاولى ان ما يجيش فينا جون وانا متاكد ان شاء الله هتتاح فرص وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يفوز بالنتيجة زي ما الكابتن سامي أمصان كده بنتيجه كويسه ان شاء الله نصعد بيها لدور نصف النهائي باذن الله يمكن ما. الصعوبه يا كابتن هاني ان سيمبا نازل المباراه دي ما عندوش حل صحيح. غير انه لازم يكسب صحيح يعني هو عايز يكسب ويعني هيبقى نازل بيقاتل من اول دقيقه فزي ما قال كابتن هاني طبعا وهو يعني يعني خير من يحدثنا عن الماتشات دي ان انت لازم تبقى في شده واللعيبه الكبار اكيد دورهم والجهاز بس التصاريح او تصريحات بعد المباراه بعد السفاره كلها جايه في الاتجاه دي. بس خليها يا كابتن اقول حاجه طريفه كده عن المنشطات او تحليل المنشطات هو ايه اللي بيحصل في تحليل المنشطات يعني انا خضعت ليه واكيد كابتن آه خضع ليه بس يعني اقول لحضراتكم انه ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان بيجي اثناء المباراه بتيجي اللجنه اللي بتيجي مفروض من او اللجنه الطبيه المنوطه بعمل التحليل بتقول انا هاخد اللعيب فلان وفلان ده اثناء المباراه مش قبل المباراه ولا بعدها اثناء المباراه بتقول هناخد رقم كم كذا ورقم كذا هو بيعمل زي قرعه كده وبيسحب رقمين بتطلع عشان بس الناس تبقى عارفه هم ليه الاثنين دول مش اي حد تاني هي جت بالحظ بعد المباراه مباشره بيستحبهم عضو من اللجنه الطبيه بيروحوا على الغرفه المسؤوله او المجهزه لسحب العينه من اللاعبين بيدخلك اوضه فيها ثلاجة تشرب زي ما انت عايز تشرب تشرب عصير تشرب ميه لغايه ما تحس ان انت جاهز ان منك العينه بالمفارقه كمان يا كابتن انه بيخليك تختار الكونتينر اللي بيتحط فيه انت بنفسك اللي اخده بايدك طبعا بيأخده. تفتح العلبه تفتح الكيس بنفسك عشان تتحقق وبتمضي بتعمل زي تشيك ليست ان انت كل كل خطوه من دول انت بتعلم عليها صح ان بيبقى طبعا معاك الدكتور بتاع الفريق بيتعمل صح على كل ده بتفتح انت الكيس بنفسك بتطلع الكونتينر بيقول لك تاكد ان الكونتينر لوك معمول لوك يعني فك اللوك افتح اسحب العينه اكتب الجميل بقى في الموضوع ان بيقولك اكتب كل الادويه اللي انت خدتها اخر شهر بيديك ورقه كده بيديها للطبيب يقول له اكتب للاعب ده كل الادويه اللي خدها هذا اللاعب طوال الفتره اللي فاتت حتى لو ادويه فيها مواد مثلا في الليست او بتاع طالما هو سجل الدكتور اللي كان عنده دور برد مثلا او بتاع خلاص ده بيبقى مذكور فتحليل المنشطات ده تحليل بيخضع للعيبه كتيره جدا جدا بتخضع له بيبقى موضوع مهم وفي غايه الاهميه بعد كده التحاليل دي او العينات دي بتروح على معمل تحاليل وبتظهر نتيجتها بعد شهر او شهر ونص او في بعض الاحوال بتظهر سريع عايز اقول لك بالنسبه للتحاليل <applause> يعني الناس عشان تفهم الموضوع مختلف كمان شويه في اوروبا انا كنت عامل عمليه رباط صليبي بره الفرقه خالص يعني ها. انا بره الفرقه ما بتشاركش ما في بشاركش المشروب. بعمل بس علاج طبيعي وفجاه جالي تليفون تليفون هنيجي نعمل لك منشطات الكشف مفاجئ مفاجئ يعني هو حتى وانت بره بره الفرقة, الفرقه خالص في اللسته فممكن لكن موجود لحظة. اه زي ما انت بتقول هو بيعمله آه. بيختاروا آه. راندوم كده آه. وبيشوفوا مين آه. ممكن جدا فالموضوع مهم جدا ويعني الموضوع لازم لازم, لازم يكون في كمان تقارير زي ما انت بتقول تقارير طبيه واضحه للاعبين خدوا ايه قالوا ايه لو حد عنده برد بيتكتب آه بشكل صحيح. بشكل اساسي ده ف... حاجه كابتن يعني انا كنت دايما اطلع ده على انك انت بتفقد قد مية كتير لا ميه لا وفي الماتش بتقعد آه تركيزك بيتشتت برضه شويه لحظه كده صحيح عني بس انا عايز اقول لك كنت سبحان الله كل ماتشات المنتخبات كانت بتتعمل مع المنتخبات دايما صحيح كنت انا اللي اطلع حتى كانت اللعيبه هيثم احنا داخلين خلاص انت اللي حظك بيطلع ده بالنسبه طبعا للعينات بتبقى حاجه يعني مهمه جدا لكل اللاعبين